السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة حلويات لالة سعيدة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الرغيفات كيجيو زوينين عامرين بالتفاح. هانتوما كتشوفوا كيجيو معلكين لداخل وكيجيو مورقين. تقدروا توجدوا فيهم كمية كبيرة وديرهم في الكونجيلاتور تبقاو تجبدوا بشوية بشوية. كيصلحوا للكوتي وفطور الصباح وكما كتعرفوا رمضان تبارك الله قريب. ديروا منهم كميه كبيره وتبقاو تجبدوا بشويه بشويه. نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا نص كيلو ديال الطحين، بيضه، معلقه ديال الزبده، نص معلقه صغيره ديال خميره ديال العجين، شويه ديال الملحه، نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال السنيده، شويه ديال الفاني والماء الدافي باش نجمعوا العجين. بسم الله نبداو على بركه الله. نخلطو مزيان الطحين مع المكونات. نزيدو الماء الدافي. نخلطوا العجينه مزيان، العجينه تكون عندنا ما بين وبين، ما تكونش قاصحه وما تكونش متلوقه بزاف. ها هي العجينه ديالنا تجمعات. دابا غادي نقطعها على شكل كويرات صغار. نبقاو ندهنوا يدينا شويه بالزيت وندهنوا حتى كسره. نخليهم دابا يرتاحوا شويه. ها هما الكويرات ديالنا ارتاحوا. دابا غادي نبدا نطلقهم بالزيت على الطريقه ديال المسمن. غنورقهم بهاد الزبده هادي، الزبده والزيت اللي ذوبتهم مع بعض وخليتهم حتى بعدو شوية. هاد البلاطو هذا دهنتو بالزيت وخليتو يدلو معايا.
هاد الزبده والزيت كتساعدهم على التوريق باش يجيو مورقين شويه. نستمر على هذه الطريقة حتى نساليو الكوارات ديالنا على هذا الشكل هذا. من بعد ما سالينا الكوارات غادي نغطيهم بالبيض بلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا شوية وننتقل للمرحلة الأخرى. نجيب التفاح حيدي القشرة ونقطعو دوائر نقطع على هاد القياس هذا نجيب هذا. تقدري تقطعيه بأي حاجة عندك دائرية، نقطع هذا الوسط هذا باش تحيد من الزريعة على هذه الطريقة هذه. هادو إلا تقسمو لينا كنديروهم هكا الطريفات هادو باش نديروهم فوق الغيطات ديالنا. نزيدو هاد التفاحة الأخرى حتى هي نقشروها ونقطعوها على بحال هاديك الطريقة اللي درنا الأولى. هاد التحت ديال التفاحة كنقطعو على هاد الشكل هدا وهادو كنديروهم دائرية. كنحتاجو ايضا مع التفاح باش كنعمرو هاد الرغيفات ديالنا سكر سنيدة اللي كندير فيه شويه د الفاني، كنخلط معاه واحد شويه د الفاني وهاد الطريفات ديال الزبده باش كنديرهم فوق التفاح. نبداو على بركه الله. بسم الله. كندير طريف ديال التفاح ندير فوقو معلقة ديال السميدة ندير فوقو طريف ديال الزبدة ونلويهم على هاد الشكل هذا. وكنشدوها بهاد الطريف ديال التفاح. كنكون واجدين واحد الطاولة اللي فرجتها في ورق الطهي ونحطوهم فيها
نعاود معكم واحده اخرى. نديرو هاد الطريف ديال التفاح الفوق، نستمرو على هاد الطريقة حتى نساليو الرغيفات ديالنا. من بعد ما كملنا الرغيفات ديالنا غادي نغطيهم بهذا الزيت ونخليهم يخمروا شويه. من بعد ما خمروا لنا الرغيفات انتم كتشوفوا ما خليتهمش يخمروا بزاف، غير شي شويه صافي. كنجيب بيضه هنايا كامله كنزيد فيها واحد شويه ديال الخل، قياس معلقه صغيره، كنخلط مزيان هاد البيضة مع الخل، ندهنو مزيان، ونعاود لهم واحد الكوش اخرى باش كيبان فيهم اللمعة مزيان. ونرشو فوقهم هاد سنيده مع الفانيلي شربت علينا اللي بقات علينا من هذاك فاش عمرنا الحشوه، ونرشو لهم شويه هكا الاصابع. دابا غادي نشعلو الفران حتى يسخن وندخلوهم يطيبو، ونتلاقى معاكم بعد ما يطيبو باش نوريلكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتخليوا ليا لي كومونتير ديالكم. واللي اول مره كتدخل للقناه دير ابوني. بالصحه والراحه، في امان الله.